قتلوا والدهم ودفنوه في المنزل، جريمة بشعة هزت مدينة طنجة المغربية وذكرت المغاربة بأحداث مسلسل مغربي عرض شهر رمضان الماضي. فما القصة؟ تحقيق حول حيازة وترويج المخدرات. قاد الشرطة المغربية إلى العثور على جثة مدفونة في جدار إسمنتي منذ 6 سنوات. جريمة طمست معالمها عام 2018، لكن القدر شاء أن يكشف حيثياتها عام 2024. العثور على هذه الجثة داخل منزل العائلة بمدينة طنجة كان صدفة محضة، فالشرطة المغربية كانت تجري تحقيقاً مع زوجة الهالك وأربعة من أبنائه في قضية تتعلق بالمخدرات، لكن سير التحقيق أثار الكثير من الشكوك حول الظروف الغامضة التي اختفى فيها الزوج منذ 6 سنوات. عمليات البحث داخل منزل العائلة أسفرت عن اكتشاف جثة الزوج التي تعرضت لتحلل شبه كامل، ليتم إيداعها بعد ذلك بمستودع الأموات من أجل إجراء تشريح طبي وتحديد السبب الحقيقي للوفاة. صدمة كبيرة خلفتها هذه الجريمة لدى المغاربة، خصوصاً أنها ذكرتهم بأحداث مسلسل مغربي عرض شهر رمضان الماضي. دار النساء دراما مغربية تحكي قصة زوجة قتلت زوجها ودفنته بجدار إسمنتي على سطح المنزل. قتل غير متعمد ارتكبته في المسلسل الممثلة المغربية نورة الصقلي دفاعاً عن ابنتها التي كانت تتعرض للاغتصاب من قبل الزوج. تشابه كبير في الأحداث جعل المغاربة يربطون بين الجريمة الدرامية وتلك التي حدثت في الواقع، إلا أن سبب قتل الزوج في الجريمة الحقيقية ما زال مجهولاً.